السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وفي شرح جديد لهذا اليوم سوف نتطرق لكيفية استرجاع حساب فيسبوك معطل مستخدم غير مؤهل، لذا تابعوا الشرح التالي. أول شيء نقوم به هو كتابة اسم حساب الفيسبوك المعطل هنا في هذه الخانة. أما بالنسبة لثاني شيء نقوم بتحديد تاريخ الميلاد كما هو في الفيسبوك المعطل. أما ثالث شيء نقوم بنسخ هذا الوصف ولصقه في الخانة التالية، رابط الوصف تجدونه أسفل الفيديو. أما الخانة الرابعة فنقوم بكتابة الجيميل أو رقم الهاتف المرتبط بذلك الحساب، لكن من الأحسن وضع الجيميل من أجل تلقي أي رد محتمل من قبل إدارة الفيسبوك. وفي الأخير لم يتبقى سوى الضغط على إرسال، وهكذا نكون قد أتممنا الأمر بنجاح. وبعد ذلك ننتظر حوالي 24 ساعة كأقل تقدير وثلاثة أيام كأقصى تقدير، وفي خلال هذه المدة يكون الحساب المعطل قد تم استرجاعه إن شاء الله. وفي الأخير لم يتبقى سوى أن أقول لكم شكرا على المشاهدة، وأرجو أن يكون الفيديو مفيد لكم، وإلى اللقاء.